ها تشربي ايه يا قمر؟ اشرب اورنجوس. اورنجوس اوه مت قمر يا فندم. اتنين اورنجوس لو سمحت. حاضر يا فندم. ها مبسوطه؟ قوي 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 يا حسين، عمري ما حسيت بالسعاده اللي انا معاك. وانا كمان يا حبيبتي. بقول لك ايه، ما تيجي نكت من الجماعه الغاجر دولت ونبقى لوحدينا. نكت نروح فين؟ اي مكان، صحرا كان او بستان. يبقى امان. طيب قولي هنقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ بقول لك نكت، تقولي لي هنقول لهم. قصدي بكره في الجامعه. يعني هقول لهم رحاب كان عندها صداع جامد قوي فاضطريت اوصلها البيت يا جماعه معلش. طيب قولي هنروح فين؟ اي مكان هادي كده محدش يضايقنا فيه عشان نعرف نركز يعني. بس ما نتاخرش. ايه الروشه اللي انت روشها لي دي؟ وبعدين ما نتاخرش ايه؟ انت مش قايله لجدتك ان انت مع نجوى؟ اه خلاص براحتنا بقى. اهلا وسهلا خطوه عزيزه. شكرا يا حاجه. اهلا يا ست ثريا منوره. ميرسي. اهلا يا استاذ يوسف. والله انا قلت لرياض ان ما كانش استاذنا هو بنفسه اللي هيجي ويشرفنا انا مش هوافق. كتر خيرك يا ابني. اه طبعا، امال ايه، ده حضرتك الكل في الكل. وبعدين اذا كان رياض ليه قيمه عندنا لذاته قراط فتزيد بحضرتك 24 قراط. اه وست سرايا هي الخير والبركه. والله انه مجرد ابني رياض يجي لغايه عندكم هنا ويخطب بنتكم فده اكبر شرف ليكم. اه طبعا، امال ايه، رياض يشرف اي بيت يدخله، كفايه انه ابن الاستاذ يوسف مثلنا الاعلى. متشكر قوي يا احمد، متشكر كتر خيرك. انا شايف بقى ان احنا نبدا نتكلم في التفاصيل، يعني المهر والشبكه. اتفضل يا بابا. شوفوا يا جماعه، الحقيقه رياض ابني. انا اللي هجيب لابني كل حاجه، هما يعني هطلبوا ايه؟ كفايه ان ابن رياض هيتجوز بنتكم، وبعدين لازم الحاجه اللي اجيبها لابني لازم تليق بمقامه، اذا كانت الشبكه ولا الشقه ولا العفش. ولو قسمنا ده بينا ابني اللي هيطلع خسران، لانكم مش هتقدروا تجيبوا الحاجه اللي تليق بمقامه. طلباتك يا ست سرايا، احنا نقدر بقدره ربنا نجيب لبنتنا احسن حاجه، لاننا برضو عايزين اللي يليق بيها هي. ولو ان يعني المفروض ما نجيبلهاش حاجه خالص، لان كفايه قوي ان انتوا هتاخدوا نبيله ست البنات كلهم. شوف يا احمد يا ابني، من غير كلام لا يودي ولا يجيب، الولد والبنت عايزين بعض وده المهم في الموضوع. احنا بقى كأهل نسهل مش نصعب. اهم حاجة بقى عايز اقولها ان رياض ابني راجل، هجيب اللي هو عايزه من تعب وشقاء. وانا عينيا نبيلة لو كانت عايزة حتى حتة من السماء هجيبها لها. وانا عشان خاطر الاستاذ يوسف وعشان خاطر حبك لنبيلة انا ماليش اي طلبات غير انك تحطها في عينيك وتحميها. يبقى نتوكل على الله ونقرا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وللضالين آمين. مبروك يا ست، مبروك يا ست سرايا. شكرا. اتفضل يا عمي. مبروك يا بنتي، ربنا يتمم بخير. الله يبارك في حضرتك. مبروك يا بابا. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ماما. اتفضلي يا ماما. لا ميرسي، ما اقدرش اشرب، اصله تقيل قوي على معدتي. يا سلام، يعني جواز وخطوبه بالعافيه يعني ولا ايه؟ يا بنتي، حد طاير واحد زي القمر كده يبقى هيموت عليه؟ ده معيد في قسم انجليزي. الطريقه دي مرفوضه يا رانيا، يعني ايه سقطها في الامتحان علشان هي رفضت تتخطب له؟ وهي ترفض تتخطب له ليه؟ ده عريس لقطه. لقطه؟ لقطه ده بالنسبه لك انت، انا طبعا ما بصلوش. طب ده فؤاد ده بالذات كل البنات من كل المستويات هتموت عليه. تلاقي بنات واقعه كسر شبهه. يا جماعه مش دي القضيه، القضيه ان هو يستعمل الامتحانات كوسيله عشان يضغط بيها عليها. اه يا ناري، واللي اسمه عادل ده كمان اتاخر كده ليه؟ اهدي بقى، زمانه جاي. منال ممكن تهدي شويه؟ مش هينفع كده. سلام عليكم.
انت كنت فين كل ده؟ طب اعمل ايه؟ قلبت عليك كلية فص ملح وداب. داب؟ داب يعني ايه بقى ان شاء الله؟ ما عربيته مركونة هي في البارتي. وانا شو عرفنا انا؟ الحمد لله بقى ان ده حصل. انا من البداية رفضة انك تواجهيه لانك بالطريقة دي ممكن تستفزيه ويفضل بقى مستقصدك في المادة دي وما تطلعيش منها ابدا. وكمان يا حبيبتي ممكن تكوني فكرتي وغيرتي رأيك، ده عريس لقطة يا منال. يا اختي انتي رخرة، مفيش بالك غير الحاجات دي. نعمل ايه؟ اذا كان كل اللي بيشوفك بيقع فيك يا جميل. يا ناس يعني اعمل ايه؟ افضل بغز كده يا ناس؟ منال عشان خاطري انا لايميها، لايميها عشان ما تندميش. حاضر، يلا شوف مين عايز يجي يركب معايا. انا جايه معاك. وانا طبعا. يلا يا اختي جت عليك انتي. تعالي يا سلوى، في حاجه؟ معلش يا استاذ يوسف، انا عارفه اني دايما مزعج حضرتك باسئلتي. لا يا بنتي ما تقوليش كده، لحقك. بس انا المره دي ما عنديش سؤال واحد، ده انا عندي سؤالين. اسالي زي ما انت عايزه ولا يهمك. في جمله حاولت اعربها بكل الطرق لكن ما عرفتش خالص، وفي تمرين في البلاغه صعب قوي. نشوف النحو الاول وبعدين البلاغه. اهي الجمله دي. صباح الخير يا استاذه ماجده. صباح النور. ايه حضرتك مالك قلقانه ليه؟ بتدوري على حاجه؟ اصل عماله ادور على سلوى مش لاقياها. حضرتك دورت عليها كويس؟ ايوه دورت عليها بس مش لاقياها. مش مشكله هلاقيها ان شاء الله. ان شاء الله هتلاقيها، بس على فكره بقى انا عارف هي ممكن تكون فين. الفرق واضح بين الاستعاره المكنيه والتشبيه. ازاي بقى بتتلخبطي بينهم؟ مش عارفه يا استاذ يوسف، بس خلاص اكيد بعد كده مش هتلخبط. اهي يا ستي، انا كنت واثق ان احنا هنلاقيها هنا. ايه يا ماما في حاجه؟ بتدوري عليا ولا ايه؟ السلام عليكم استاذ يوسف. وعليكم السلام يا استاذه. ايه افتكرتيها تاهت ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا قلبت عليكي المدرسه، يعني ما كنتش اتخيل انك هتكوني هنا، لاني عارفه ان جماعه اللغه العربيه عندهم اجتماع. هو فعلا عندهم اجتماع بس انا ما بحضروش، واخد منهم موقف عشان حكايه الدروس الخصوصيه دي. طب الحمد لله، لحسن افتكرت اني عطلت حضرتك عن الاجتماع. طب خفي بقى يا سلوى على الاستاذ مش كده. لا لا ارجوك يا استاذه ماجده، انا ببقى في منتهى السعاده وانا بشرح لها. الحقيقه انا بشوف فيها بنتي اللي عايشه بعيد عني. اصلها عايشه مع مامتها من زمان. الاستاذ يوسف مطلق من سنين بس مش ناوي يرجع تاني. طب يلا يلا يا سلوى عشان تلحقي تاكلي حاجه قبل الفسحه تخلص. عن اذنكم. متشكره يا استاذ يوسف على تعبك معي. انا ما بتعبش معاك. ولا يهمك، اعتبريه زي والدك بالظبط. متشكره قوي يا استاذ يوسف، عن اذن حضرتك. هاي يا ابي انا نازله. على فين يا منال؟ رايحه الجامعه. وما فطرتيش ليه؟ لا ما انا شربت نسكافيه ماليش نفس. طيب ماما عارفه انك نازله؟ دخلت لها اوضتها وصبحت عليها. هاي ايه بتتناقشوا في ايه؟ ايه حكايه هاي اللي انتوا طالعين لي فيها؟ هاي يا سيدي ورحمه الله وبركاته. يا ابي فك شويه خليك سبور. ايه يا برود، ده انت حتى عريس جديد المفروض تفرفش كده وتدلع نفسك. كويس والله انك افتكرت، الا ما في حد فيكم قال لي كلمه مبروك. مبروك يا ابي. الف مبروك يا حبيبي، والله العظيم انا كنت اقولها بس انت سبقتني، وعلى فكره انا جيت بالليل وانت نايم بس ما رضيتش عليك. يعني ما كانش العشاء تسيب اخوك في مناسبه زي دي، وخصوصا ان انا مأكد عليك تيجي الساعه 7 علشان تروح معانا. معلش معلش يا رياض، ليك حق تزعل، بس والله العظيم كان في ظروف هي اللي اخرتني. طيب اسيبكم انا بقى تكملوا عتابكم واخرج انا بقى. عايز مني حاجه يا ابي؟ قولي لي يا منال. نعم. بقالك قد ايه ما روحتيش لابوكي؟ مش فاكره. والباشا؟ الله فيه يا رياض، انت مالك صابح كده شادد حيلك علينا قوي؟ هو انا لما اسالكم ما بتروحوش لابوكم ليه؟ ابقى صابح شادد عليكم؟ هبقى اروح له يا ابي. اقدر امشي بقى؟ في زعلت عشان موضوع الخطوبه؟ قلت لك مبروك. سالتني على بابا؟ قلت لك هبقى اروح له. عايز مني ايه تاني يا ابي؟ ولا حاجه. اتفضلي يا نساء. Thank you.
مالك يا رياض؟ زعلان ليه؟ زعلان عشان مفيش حد فيكم عنده استعداد يتحمل أي مسؤولية. هتقولي دراسة؟ حاضر، على عيني وعلى راسي، بس الحياة برضو فيها مسؤوليات وواجبات، وخصوصا أنت، أنت راجل يا حسام، يعني بكرة يبقى عندك بيت، ما ينفعش تفضل حاطط إيدك في مية باردة. والأنسة دي، الأنسة اللي ما بتزورش أبوها، مش عارف دي بكرة هتعمل إيه مع جوزها. وانت يا حسين، انت مش هتحس بفظاعة اهمالك لابوك غير لما تبقى اب. اب وولاده يهملوه وما يسألوش عليه. حسام، ربنا سبحانه وتعالى قال: وبالوالدين احسانا. معلش معلش يا رياض، انت ليك حق في كل كلمة قلتها، بس انت معودنا من زمان انك انت بتشيل كل حاجة، بتتحمل كل مسؤولياتنا بدلنا، لدرجة ان احنا بنحس انك انت ابونا، مش بس اخونا الكبير. ويمكن ده اللي بيخلينا ما نحسش قوي بافتقاد الاب. لا يا حسام، لا يا حبيبي، اوعى تحملني مسؤولية اهمالكم لابوكم قدام ربنا، دي حاجة انا ما اقدرش عليها. يا حسام، أنا قمت بواجبي تجاهكم، بس ده مش معناه إن أنتوا تهملوا في واجباتكم تجاه أبوكم اللي جابكم على وش الدنيا وكبركم ورباكم. ولا تزعل يا جميل، أنا هطلع من الجامعة النهاردة عدل على بابا، هسلم عليه وهقعد معاه مدة قد كده، بس أنت ما تزعلش مني. خلاص؟ مش زعلان؟ المهم هو اللي ما يبقاش زعلان، علشان ربنا يرضى عليك وتكسب. 5 سنين ولسه مصمم برضه تحسسني ان انا اقل منك. 5 سنين فاتوا وانت مش راضي تحنن قلبك عليا. عايزني انا لنخ واجي اقول لك تعالى نرجع لبعض؟ ما هو مش معقول الست تروح للراجل تقول له تعالى رجعني. انا مش عايزه منك حاجه ولا ناقصني حاجه، انا عاوزك ترجع لي. انا بحبك يا يوسف، بحبك بحبك بحبك. لا يا سرية، لا، فوقي. من حبنا حبيناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه يحرم علينا اجتماعه. قوم يا بت، قومي شوفي شغلك، فوقي لنفسك، شوفي مصالحك. مصيرك يا يوسف هترجع لي. هتروح فين؟ ما انت لو كنت عايز تتجوز كنت اتجوزت من زمان، لكن لا، هترجع لي. وساعتها أنا اللي هقول لك. ماما، أنت ليه مخرجك من حصتك؟ أنا عارفة إن حضرتك عندك إشراف دلوقتي. بصراحة يا ماما أنا حاسة إنك زعلانة مني، فخرجت أشوفك زعلانة ليه؟ هزعل منك ليه يا حبيبتي؟ مش عارفة يا ماما، من ساعة الفسحة لما حضرتك شفتيني واقفة مع الأستاذ يوسف وأنا حسيت إنك زعلتي. وأنا إيه اللي هيزعلني في كده؟ هزعل إنك تهتمي بدروسك، وبعدين أستاذ يوسف راجل محترم جدا. جدا جدا يا ماما. استاذ يوسف اهو، استاذ يوسف. يا سلوى، بتناديله ليه؟ ايوه يا سلوى، في ايه؟ لا ابدا، بس اصلنا كنا لسه بنجيب في سيره حضرتك. ايوه، في سيرتي خير؟ خير ان شاء الله. يلا روح على فصلك بلاش دلع، عن اذنك. والله ما بتدلع يا استاذ يوسف، انا بس كنت حاسه ان ماما زعلانه مني، وانا بصراحه ما بقدرش على زعلها، فخرجت اطمن عليها. اه، شوفي يا سلوى، طول ما انتي في المدرسه انسي ان مامتك مدرسه فيها، عشان ما تسببلهاش اي احرج. حاضر. وركزي في الفصل كويس، شوفي المدرسين بيقولوا ايه واستوعبيه، هتوفري على نفسك وقت ومجهود كتير بعدين. حاضر يا استاذ يوسف، اوعدك. يا دادا، اخرت الشاي كده ليه؟ انا هروح اشوفها، اوصلك معايا على شاي. يا ريت من فضلك يا راجل. حاضر. تشرب شاي معانا يا استاذ يوسف؟ لا متشكر، شربت. انا رايح اجيب الشاي. طيب من فضلك سكر خفيف. حاضر. يا ترى كنت بشرت انت وسلوى خير؟ خير طبعا، هي كانت بتشكر في حضرتك قوي ومبسوطه قوي باهتمامك بيها ومعاملتك ليها كأب. هي سلوى بنت ذكيه وتستاهل كل خير.
عموما اذا احتاجت اي مساعده انا تحت امرها، مش درس خصوصي، انا ما بديش دروس خصوصيه، انا هساعدها كاب فعلا. متشكره قوي يا استاذ يوسف، ربنا يخليك. انا سمعت انك كنت في مدرسه المنصوريه وطلبت نقلك لمدرستنا هنا، انتوا ساكنين قريب؟ لا ده احنا ساكنين في المنيره من 10 سنين لما المرحوم جوزي اتنقل من طنطا لمصر. انا اسف اني فكرتك، هو والد سلوى مش كده؟ ايوه احنا اصلا من طنطا. شلها شيخ العرب يا سيد. عموما اعتبري ان ليك اخ في مصر اذا احتجتوا اي خدمه. استاذ رضوان. ده صباح الخير يا ولاد. صباح النور. وانا طالعه من اوضه الدادة عشان كانت بتعمل لي كوبايه شاي، لقيت واحده عند البوابه طالبه مقابلتك. اكيد وليت امر. وليت امر ايه؟ دي بتقول انها مراتك. مراتي؟ يو، امالك اتخضيت كده ليه؟ لا من اصلها عمرها ما عملتها. اه عملتها، روح بقى شوف هي عايزه ايه. ايوه واجب برضو، بس بعد اذنك النبي يا ابو ليلى خلي دولا معاكي وانت معديه كده، بصي على البنات بصه لحسن يعملوا دوشه. انت عندك سنه كام؟ تانية ادبي. ولا يهمك، انا هخش اسخط فيهم شخطتين عبال ما انت ترجع. طيب يا ربنا تخليك يا استاذه ليلى. في ايه؟ ده حد من العيال حصل له حاجه؟ ده انا اللي هيحصل لي من عمايلك اللي تشل. وطي صوتك، احنا في المدرسه. يا راجل وانت عامل حساب للبيت ولا المدرسه؟ في ايه؟ يعني امبارح نزلت ما سبتليش ولا مليم، قلت يا بنت طنشي جايز نسي صهي عليه، النهارده تقول لي سايب لك فلوس في التسريحه، افتح التسريحه يا راجل الاقي فيها 2 جنيه. يا راجل انت مش هتبطل بقى، ده الشح اللي انت فيه ده نقطني. 2 جنيه؟ 2 جنيه ازاي؟ انا سايب لك 20 جنيه 10 بالاماره. استني، استغفر الله العظيم يا رب، الظاهر انا غلطت بين العشرات والجنيهات. ها خدي، حصل خير، اتفضلي. على ماما حصل خير. ماما ايه وبابا ايه؟ ما تقعديش تزنيني بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ 10 جنيه يا راجل؟ اعمل بيها ايه؟ ها؟ احضر لكم بيها الغدا، ولا اجيب ابوبه البوتاجاز اللي فاضيه، ولا اروح اشتري سندوتشات واروح اوديها للعيال اللي نزلوا من غير فطار؟ بس وطي صوتك، انت بتقطعي برزقك. خدي ادي 5 كمان اهي. يا راجل يا راجل، ده انا من ساعه ما اتجوزتك وانا خسيت النص. انا عايز اعرف، عايز اعرف هتعمل بيها ايه الفلوس اللي انت بتنزلها فوق قلبك دي؟ يا فين الفلوس دي يا حسره؟ يا راجل هو انت بتولي طول النهار دروس 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 دروس؟ شو الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. امشي امشي، يعني هتكرشني من الجنه؟ كانت جوازه منيله ب60 نيله. امشي، ناس هتعر. يا بختك يا يوسف يا نصري، مرتاح ولا انا بقول لك اتجوز يتقطع لساني لو اقول لك حاجه زي دي؟ يا حاج علي. صباح الخير يا ست سرية. اهلا وسهلا. صباح الخير يا سريات. اهلا وسهلا يا حاج، الحمد لله على السلامه. اقعد اقعد، واقف ليه؟ اقعد يا حاج. الله يسلمك. الحقيقه انا جاي عاتب ولايم. خير كفالة الشر. سيادتك لما قلت لي عايزه محل في دمياط ويكون شغال، مش جبتهولك وبسعر رخيص؟ حصل يا حاج علي. ولما جيتي طلبتي محل اللي في المناصره اللي جنب ورشتك، مش اديتهولك وبرضه بسعر رخيص؟ فعلا حصل. ايه الحكايه يا حاج علي؟ ما تفهمنا بالظبط. الحكايه يا سيدي ان انا بعت لكم كذا مرسال عشان المحل بتاع ست سرية اللي بباب الشعريه اللي في عمارتها، لا حس ولا خبر. لا يا حاج، اللي جالي مرسال واحد هو جوز بنتك، وقلت له المحل ما ينفعش عشان دي منطقه سكنيه ما تنفعش يكون فيها ورشه خبط ورزع، في الحاله دي السكان هيشتكوا. مين اللي قال انا هفتح ورشه؟ الله، مش ده كارك؟ ايوه يا ستي كاري، بس انا عايزه عشان بنتي وسبوبة لجوز بنتي. اه اذا كان كده ده حاجة تانية بقى، انت اولى من الغريب واعتبر المحل محلك. ربنا يخليك يا ست سرية، احنا مش طالبين غير السماح
وطالبين القرب بس ما تكسفيناش. نعم طالب القرب من مين بقى يا حاج؟ من المحل؟ من المحل ومن صاحبة المحل. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ لا ده انت داخل على طمع، ما تقف مع وجهه وتتكلم عادل. اسمعي يا امي، لاخر مره بقول لحضرتك الراجل ده لازم توقفيه عند حده علشان ما اضطرش اوقفه بطريقتي. اسمع يا رياض، انا ما حدش يقدر يعدي حدوده معايا، وبعدين السوق كله مصالح، بعدين ده راجل بيخرف لكن عمره ما قل ادبه عليا. يعني ايه يا امي يعني؟ هنسيبه في الراحه والجايه يقول طالب القرب وطالب البعد؟ يمين بالله العظيم اخبطه خبطه اجيب اجله. اسمع يا رياض، انا متطلقه من ابوك بقالي 5 سنين، اتعرض عليا رجاله على كل لون يا باطيستا، عمري ما حطيت اي صنف راجل في كفه قدام دفر عيل منكم، عمري ما قلبي اتفتح ولا هيتفتح غير ليوسف. يعني ايه يا ام؟ انت لسه بتحبي ابويا؟ اسكت يا رياض وخلي في القلب في القلب. اللي شفته ببعد ابوك حاسس في نفسي وجع لي قلبي. على فكره انا ما حبيتش حد غير ابوك، ولما سابني مش بس قطموستي، ده خلى كل من هب ودب طمعان فيا، وديك شفت بعينك. طب ايه اللي يمنع بس يا امي ان انتوا يعني ترجعوا لبعض؟ الزهر لسه ما عنش الاوان يا ابني. حقيقي ست هايله ومحترمه، ست كامله بمعنى الكلمه. لا وشفت البنت لما قلت لك انا شايفه فيك ابويا اللي انحرمت منه؟ ايوه، وانا كنت صادق لما قلت لها ان انا شايف فيها منال بنتي، بس بالصوره اللي كنت اتمنى اشوفها فيها مش بالصوره اللي هي عليها دلوقتي. ليه هي مالها منال؟ امها يا سيدي تلفت اخلاقها، مدلعاها زياده عن اللزوم، وما عندهاش التزام باي حاجه، حتى انا ابوها ما بتسالش عني خالص. ربنا يهديها، ربنا يهدي لك ولادك كلهم يا يوسف يا اخويا، انت طيب وتستاهل كل خير. هي رياض هو الوحيد اللي بحس انه بيحبني، بيهتم بيا وبيخاف عليا. شخساره بقى ماله الاخر؟ عارف حكايه انه ما كملش تعليمه دي مضايقاني قد ايه؟ اكيد الست والدته هي اللي هودته على اللي في دماغه. بالظبط كده، انا تعبت معاها قوي، كنت كل ما ابني هي تهد، شدته لعالم التجارة والمال. عموما أنا عملت اللي عليا وضميري مرتاح من ناحيته. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، فرحتنا بيك يا نبيلة النهاردة قد الدنيا دي كلها. ربنا يخليكوا عقبال عندكوا كلكوا يا رب. أيوة النبي، كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر. نجملكم في الأفراح يا حبايب. بس اللهم صل على النبي، وقعتي واقفة جوزت السعد والهنا يا قمر. الله أكبر، صلوا على النبي. الصابرين بخير. إيه يا أم أحمد، هو أنا هنحسدها ولا إيه؟ عليه أفضل الصلاة والسلام، دي نبيلة حبيبتنا وأختنا، نتمنى لها كل الخير. جرى إيه يا حبيبتي؟ يكفينا ويكفيك شر الحسد. يا كريم لا، خلي يوم الصباحيه ده عليا انا، نادر عليا يا بلبوله، لا خلي لك الشرع من اوله لاخره مولد، وخلي كل الناس تتكلم على فرحك. امال ايه، هو احنا عندنا كام بلبوله يا قمر؟ نجملكم في الافراح يا حبايب. امال ايه، دي بنت حتتكم ومتربيه معاكم. ابو الفضل يعمل فرحه في شارع؟ يا امي مش معارفي ومعارفها من نفس الشارع، ما
معارفك انت يا حبيبي اه من نفس الشارع، لكن معرفه هي في الحاره اللي ماما الزباله. يا امي اللي يفصل بيننا وبين الحاره دي بيتين، يعني احنا من نفس الحته. ما اسمع بقى، ما توجعش دماغي، اللي هقوله هو اللي هيسمع. فرحك هتعمل في احسن لوكاندا في مصر، وهجيب لها فستان ما فيش عروسه تانية لبسته ولا شافته، وهجيب لها احسن كوافير في مصر، وما يجيش من عند اهلها غير امها واخوها. بقيت اللي ماما بتقعد في حتتها دي ما يشوفش خلقتهم في الفرح. اديني بقول لك من دلوقتي اهو. يعني ايه بس يا امي؟ عمرك شفتي عروسه ما تعزمش قرايبها ومعارفها فرحها؟ ايوه شفت. فين يا امي؟ ثريا ابو الفضل لما تعمل فرح ما تجيبش بقى قرايبها ولا الناس الزباله دي في فرحها. خلاص يا امي، خلاص يا امي، لما يجي وقتها يبقى يحلها الحلال ان شاء الله. صباحنا وصباح الملك لله. صباح الخير يا حاج علي. صباح الفل يا ست الستات. صباح الخير يا ست الحسن والجمال. هات يا ابني قهوتي تشرب يا حاج علي. انا شارب بقالي سنين وكاتم في قلبي. جرى يا حاج علي وبعد هالك. كل ما تشوفني هتسمعني الاسطوانه المشروخه بتاعتك دي. ايه هتغني عليا يا راجل ولا ايه؟ قسما عظما انا لا بغني ولا برقص، انا اللي في قلبي ما يعلمه غير اللي خليني. بقول لك ايه، انت مش ناوي تجيبها لبره يا راجل انت ولا ايه؟ اذا كان على المحلات انا خدتهم ودفعت لك ثمنهم، يعني ما انتش مجاب عليا في حاجه. ده كلام برضه يا ست الستات. محلات ايه وفلوس ايه؟ انا بيع الدنيا كلها واشتري الضب. ما هو اسمع بقى يا حاج علي، انا ابن رياض متضايق على الاخر، لو سمع نص كلمه من اللي انت بتقولهم دولم هيتقلب وحش، وانت مش قد رياض ابني، وانا ما ارضاش على زعل ابني بصراحه. خلاص يا ست الستات، انا حكتم في قلبي. ايه ده بيريحك؟ بس مفيش مانع كل وقت والتاني كده امر عليكي واشوفك. بقى يا وليا تدي ابني الجلطايه ام جنيه ب2 جنيه، وباكل بسكوت ابو نص جنيه بجنيه، انت مفكرانا مختومين على قفانا وليا انت؟ انا ما تحبتش عليه، ابني خد 2 من كل حاجه وكل واحده بسكوت وجلاتي هنا قدامي. ايوه علي صوتك عليا، افرجي نفسك عليا، وعايزه تقولي ان ابني كذاب. لا يا حبيبتي، انت كدابه وستشين كدابه. تصدقي بقى ان انت ست مش متربيه؟ انا مش متربيه، نهارك اسود، جوابك النهارده غامق مش طالع له شاب ولا طالع له نهار. انا سامع البرومبه ومراتك تتخانق مع الستات تحت. قلت لها 100 مره بلاش يا حاج، ما سمعتش كلامي. ايه يابا، انت عايز الناس ياكلوا وشنا ولا ايه؟ ما انا لو سكت هيستوطوا حتي، وانا بقى ماليش قرايب هنا. لازم انا اكون شديده يا بنت. عامل الناس بالادب يحترموكي يا بنت. يا بنت قلت لك 100 مره بلاش كده، انا طول عمري ماشي جنب الحيط. مش للدرجه دي يا سلطان، كل شيء بالمعقول حلو. طب اقعد بس يا حاج، اقعد كده وروق. فضلة خيرك البيت فوفو النهارده عامله لنا اكلة كوارع، بس ايه؟ ترم العب. حط الاكل على طول يابا. حط يا بيت، بس بقول لك ايه؟ اخر مرة نبهك خناق مع الستات في الشارع، لا مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا يابا خلاص، اخر مرة ما تزعلش مني. بقول لك يا حاج، عملت لي ايه في المحل اللي قلت لك عليه؟ اديني لسه جاي من عند الست. قول يا رب. يا رب يا حاج. هي شلوى بتعمل ايه ده كله؟ أكيد بتكلم واحدة صاحبتها. عجيب. طب ما تقومي تشوفيها بتكلم مين؟ هتكون بتكلم مين يا ماما؟ أكيد بتكلم واحدة صاحبتها، وبعدين التليفون هو اللي رن مش هي اللي اتصلت. ماما ماما أخواتي كلمني. كلم مين؟ الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف؟ ويطلع مين ده الأستاذ يوسف يا بنتي؟ ده مدرس اللغة العربية بتاعي يا تيتا. يلا يا ماما، هتفضلي سايباها سماعة كده. ألو؟ أهلا يا أستاذ يوسف. لا الحمد لله انا كويسه. لا دي سلوى بتبالغ بس. لا متشكره قوي، احنا مش محتاجين حاجه. ماما معايا، ولو احتاجنا حاجه هتصل بخالد اخويا. طب ليه؟ احنا مش اتفقنا انك تعتبريني اخوكي هنا في القاهره؟ ما انا شايلك العوزه. هو في عوزه اكتر من انك تبقي تعبانه؟ عموما انا آسف إذا كنت سببت لك أي إحراج أو إزعاج. لا أبدا. أصلك لما غبت عن المدرسة وسلوى قالت لي إنك تعبانة
قلت اتكلم اعرض خدماتي. عموما نمر تليفوني مع سلوى، لو احتجتوا اي حاجه انا تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه.